ميراث سيارتك مكسوره،
الإنسان عشان ما تصير. ولو فعلت ذلك لا قدر الله بكل مجرم ظالم قاتل. ليه؟ لأن العقاب الذي أنزلته بالمجرم أو بالمرتكب للخطأ لا يتناغى مع الذنب الذي إيش؟ متفقين معاه؟ طيب. إذا اتفقنا على هذه القاعدة إذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن أعظم ذنب عنده هو الشرك به مظبوط؟ ولذلك هذا تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. والمشرك والكافر يعني هو من ينسى الله أصلا، يعني الله عز وجل مش قبوسه أبدا، صح ولا لا؟ طيب إذا هذا الإنسان نسي الله فإذا ينبغي أن ينزل الله به أشد إيش؟ العقوبة. تعرفوا شو أشد عقوبة ممكن تنزل للإنسان؟ قال الله عز وجل سورة الزمر حبة حبة كما قال حتى نطلع بالتفكير شوي شوي، اللي بيشرب منها مش راح يكمل معنا، ما يعرف ليش منها. رمى الرسول النبي عليه الصلاة والسلام. اتفقنا في قاعدة دينية فقهية قرآنية تقول أن العقاب لا بد أن يتناغم ويتناسب مع الذنب، وتلك من صفات العدالة الإلهية والإنسانية حتى. يعني أنت اليوم لو واحد عقاب دنيوي في محكمة دنيوية لا يعطيك عقابا إلا حسب الدفتر، في جنح، في جرائم، في كبائر، في أمور فيها سجن مؤبد، في أمور فيها إعدام في غير هذه الدولة، في دول تعدم حسب اللي جنحة أو المخالفة اللي أنت إيش؟ ارتكبتها، صح؟ بما أن الله سبحانه وتعالى هو أعدل العادلين، لا يمكن أن يعاقب إنسانا عقابا لا يستحقه. طيب كيف يستحق هذا العقاب؟ بناء على الذنب اللي ايش؟ ارتكبه. حكمة ربنا ان نفهم ليه؟ وين ربنا احتفظ تحفظ؟ أن الله سبحانه وتعالى يمتاز عن الخلق في هذا الموضوع بصفتين. صفتين الأولى أن التائب من الذنب في ميزان الله كمن لا ذنب عليه. في ميزان الإنسان لا، أنت سرقت تعاقب، قتلت تعاقب، عملت شر، مش يا سيدي حد يقول لك تشتغل تدفع الثمن بعد بدك، هيك الإنسان، شيك؟ لكن في ميزان الله لا، التائب من الذنب خلاص لا ذنب عليه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لما يعاقب بالرحمة مش بالغلظة، فعقاب الله للإنسان تكفيرا لذنوبه، تكفيرا لذنوبه. تحتاج المسألة ولا الأسئلة بها؟ طيب الفكرة إن شاء الله طبيعية نحاول نجلوها أكثر حتى تطلع في الخطبة، فكرة جدا رائعة. بارك فيكم، جزاكم الله خيرا.